بنج موضعي ولا بنج كلي؟ السؤال والعمر حلو. الافتراضي قد ايه بتاع السن؟ طيب مبدئيا هي في ناس طبعا بتبقى ميديكال كومبرومايزد، يعني بتبقى حالتها الصحيه ما تسمحش ان هو يقعد ويبقى في تحت ستريس شويه ويبقى قلقان، فبيبقى بيطالب بيقول لك دكتور انا بصراحه انا موافق اعملها بس على شرط. اقول له ايه؟ يقول لي اعملها بنج كلي. ولكن هنقول 98% من حالات زراعه الاسنان بتتم تحت تاثير البنج الموضعي، اللي هو حقنه البنج بتاعه حشو العصب بتاعه الخلع بتاعه بتتعامل مع الموضوع عادي جدا اكنه هو يعني ماينور اي سيرجري، عمليه مصغره، هي مش عمليه كبيره، يعني انا مش بخش واخترق واشتغل بس خلينا نتفق ان في ناس بيتخافوا بتطلب ان هي طبعا. انا مش قادره اشوف كده، انا عايزه بالظبط، انا عايزه انام اصحى الاقي خلصت. العمر الافتراضي العمر الافتراضي دي، بص شركات الزراعه اثبتت يعني بدراسات، طبعا كل شركه يعني في العالم بره عندها مركز ابحاث خلاص، قالت لك ان كل العمر الافتراضي لزرعه الاسنان طالما هي اتحطت صح وهي جرانتي مننا ان هي دي الزرعه الاصليه بتاعتنا، مدى الحياه ملهاش عمر افتراضي. مدى الحياه طبعا بناخد ضمان من عند حضرتك ان هي مدى ضمان الحياه بالظبط. هي الزرعات، هي الزرعه بالذات الامريكيه الشركه نفسها بتدي عليها ضمان مدى الحياه بالسيريال نمبر وورد وايد، يعني ضمان عالمي مش في مصر مفيش بس. مركز الدكتور بيدي ضمان ده يعني مصداقيه. اقول لك حاجه، هي اصل مش احنا اللي عارف، انا مش بديه من الشركه نفسي. اللي بتدي بالظبط، الشركه اللي حضرتك بتتعامل مع الانترناشونال بتدي لحضرتك جرانتي، حضرتك برده بتسلمه يعني دي فكره يا المريض بيشوفه بالظبط بياخده كمان بياخده معاك بالسيريال نمبر بتاع الزرعه. تمام. طب نسبة نجاح العمليات زراعة الأسنان يا دكتور بقى؟ طيب خلينا دي أنا هقعد أقول لك، مثلا لو قلت لك 98% ما حدش هيصدقني، بس هي دي الحقيقة إن هي 98% دي نسبة كمان نجاح. كمان بقى في تطور كبير جدا، بس هي سهلة قوي إن أي حد من موبايله يخش على جوجل هيكتب نسبة نجاح زراعة الأسنان هيلاقيها 98% 97% و99%. هي دي النسبة المتراوحة في زراعة الأسنان نجاحها، إلا طبعا ال 3% دول بيجوا نتيجة إيه؟ يعني فشل طبيب الأسنان في إن هو يختار الحالة، لان ممكن اختار حاله تبقى ما ينفعش ليها زراعه اسنان واقول له اعمل لك يلا زراعه اسنان. تمام، حاجه برضو بقى في مصداقيه مع المريض، ممكن تقول للمريض طبعا ما ينفعش زراعه اسنان بالظبط. تاني حاجه ان الزرعه اتحط بطريقه غلط او التكنيكال بتاعها، يعني طريقه حطها المفروض تحط بطريقه معينه اتحطت بطريقه غلط، فطبعا ده ادى الى فشلها. وهنا ساعات الشركه ما بتديش عليه ضمان لان الدكتور هنا هو مش كواليفايد ان هو يحط الزرعه بتاعته. ازاي اتعامل مع الاسنان المزروعه؟ ده شيء مهم جدا. امتى ابتدي احمل عليها؟ يعني اضغط بقى، انت عارف المصريين بيحبوا ياكلوا كويس، ياكلوا فازاي هم يزرع يروح ياكل بني على طول. غير كده يا احمد، يعني مثلا في انا بس يعني في ناس كتير بتخاف من ده، ممكن عشان انا مهيئ لي ان انا مثلا زرعت اسنان افضل خايفه يعني بالراحه محرصه عليها بقى يعني ما اكلش اي حاجه الان بقى وانا عملته ده. هل ده بقى موجود يا دكتور ولا بيتعامل ازاي؟ هقول لك، بص هو مبدئيا التعامل مع زراعه الاسنان يعني هو انا بقوله دي سنتك طبيعيه، انت فقدت السنه الاولانيه مثلا نتيجه الاهمال او اتخبطت فيها، دي اعتبرها سنه طبيعيه جدا، ممكن نتيجه الاهمال برضو تفقدها يحصل فيها نفس المشاكل، فانا هحتاجك ان انت مش هطلب منك حاجه غريبه، يعني انا هقول لك اغسل سنانك زي البني ادمين الطبيعيين بس. لكن طبعا في ناس بتقول لك انا زرعت بقى، يعني دي حصلت معايا والله، مره واحد بيقول يا دكتور جاي بيعمل الصيانه الدوريه اللي هي ايه تكح تجير والحاجات دي، فبفتح فلقيت اكل كتير قوي على السنان، فبقول له ليه ما بنغسلش اسناننا؟ قال لي يا دكتور انا عملت زراعه انا اغسل اسناني ليه؟ لا، قلت له لا انت كده فهمت غلط، انا مفهمك من الاول ان زراعه الاسنان زيها زي السنان الطبيعيه ولازم نغسل اسناننا. طبعا هقول لك حاجه، في ناس ما بتفرقش معاها ريحه الفم، طب ما هو انا الاكل لما هيتبقى في بقي هيعمل بكتيريا وعفونه هيعمل لي ريحه فم، طب ريحه الفم دي نتيجه ايه؟ نتيجه عفونه للاكل صح كده؟ طبعا هنا اول حاجه هتتضر هي اللثه وتحتيها العظم وتحتيها الزرع، فطبعا انت بتاثر بطريقه او اخرى ان انت بتاثر لي على الزرع. بدون قطع حضرتك، هي ممكن الاسنان اللي هي المزروعه دي تسوس زي الاسنان العاديه؟ مستحيل مستحيل لانها مش شيء حي عشان يسوس. ايه الفرق بين انواع الزراعات؟ اللي هي بقى لو كنا نتكلم عن انواع الزراعات، الزراعه نفسها في عندنا نوعين اوكي، في 1 بيس و 2 بيس. دي بقى ناس بتسال، يعني في ناس اول ما قلت لها ال 1 بيس بنشتغل بيه قال لي ايه ده، هو الزرعه شكلها غريب كده ليه ومش شكلها غريب كده ليه؟ قلت له لا، دي زرعه وفعلا موجوده، يعني دي مش احنا اللي مخترعينها. الوان بيس دي فكرتها ان الزرعه بتيجي حته واحده مع الشيء اللي هو السوبرا ستراكشر او الشيء الخارجي اللي طالع من البق دوت اللي هي السنه، حته واحده ملحومه في بعض. هي الزرعه بتبقى الزرعه الجدر ومعاها الجزء اللي ظاهر كمان. بالظبط، هي الزرعه بتيجي المفروض التراديشنال بتاعنا ان هو تو بيس، الزرعه لوحدها وبيجي الجزء الظاهر بيتركب على الزرعه اللي بنركبه بعد 3 شهور خلاص، وهنشرح دي دلوقتي تمام. ولكن في زرعات بتيجي وان بيس كلها ملحومه في حته واحده، دي بتيجي بنستخدمها في حالات انا اللي بقررها مش المريض، لما تبقى حالات فيها حاجه اسمها نارو ريدج. يعني ايه نارو ريدج؟ يعني عندي العظم مش كافي ان انا احط فيه الزرعه اللي هي المقاس الطبيعي بتاعي، فهضطر احط فيها الميني امبلانتس دي. الميني امبلانتس دي بتبقى شكلها رفيع شويه وبتبقى شكلها ديزاين مختلف شويه عن الزرعات الطبيعيه. طبيعي جدا يا دكتور. تاني حاجه بقى انواع،
الانواع دي بقى هي اكوردنج للبراندات، يعني الماركات، في ماركات يعني في من الامريكي 10 ماركات امريكي، الماني في 10 ماركات. هنا دي بقى بقول لك شطاره المركز والدراسات بتاعته ان هو يقراها يختار احسن ماركات ويشتغل بيبقى حاجه يعني متميزه جدا.